مرحبا بكم في مخبري. سنجري تجربة تفاعل بين كحول وحمض كربوكسيلي. نستعمل الإيثانول وحمض البنتانويك لإنتاج نوع كيميائي جديد. هذا يدعى تجهيز التقطير المرتد، حيث نسخن المزيج الموجود في الحوجلة فيتكثف البخار المنطلق في المبرد ويعود إلى حالته السائلة ويعود إلى المزيج. عملية التقطير المرتد تسمح بالحفاظ على تفاعل ساخن وغليان دون خسارة لأي من المتفاعلات. دعونا نبدأ الآن. أولا نضع قليلا من الكحول داخل الحوجلة ثم نضيف قليلا من حمض البنتانويك. دون أن ننسى إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز لأجل تسريع هذا التفاعل. الآن نسخن المزيج ونتركه يغلي ويرتد لمدة 10 دقائق. الآن يجب تقطير المزيج من أجل فصل مكونات المزيج. لأن الأستر يغلي ويتبخر عند درجة حرارة أقل من درجة غليان الحمض والكحول، فيسلك طريقه عبر المبرد فيتكثف ويتحول إلى سائل يتجمع في هذه الكأس. نبدأ الآن في استنشاق رائحة مختلفة، إذ أنني هنا أشتم رائحة التفاح. هذا المنتوج الذي تحصلنا عليه يدعى الأستر. إذن عندما نفاعل بين حمض كربوكسيلي وكحول نتحصل على أستر كناتج. أتمنى أننا وفقنا في شرح هذه التجربة. شكرا على متابعتكم.